أعزائنا مشاهدي فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل وجهاء محافظة البلقاء. برعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله توزيع جوائز ابتكر من أجل اللاجئين. احتفال ديني بعمان لاستقبال المطران بيير باتيستا بيتسبالا. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس فرانسيس الأسيزي. أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أننا لن نسمح لأي جهة باستغلال الأوضاع الإقليمية للعبث بالداخل الأردني، ولن نسمح لأي شخص بمحاولة استغلال الدين لنشر الحقد أو العنف، مشددا جلالته على أن هذا الأمر خط أحمر. وأضاف جلالته خلال استقباله شخصيات ووجهاء محافظة البلقاء في الديوان الملكي الهاشمي أننا سنواجه بحزم، ولن نسمح لأحد بتجاوز هذه الخطوط الحمراء أو التعدي على وحدتنا ونسيجنا الوطني، موضحا جلالته أن استقرار الأردني وحمايته أولوية بالنسبة لنا. أنا بدي أكون واضح جدا، وأنا حكيت أكثر من مرة قبل كم شهر، أي حدا اللي بيستخدم الدين كسلاح لنشر الحقد أو العنف ببلدنا بالنسبة إلي خط أحمر، فبدي أكون واضح جدا بغض النظر من أي طرف. الأولوية حماية بلدنا، استقرار الأردن وحماية الأردن بالنسبة لنا أولوية. أقيم في عمان حفل توزيع جوائز مسابقة ابتكر من أجل اللاجئين التي أطلقها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي بالتعاون مع مجموعة زين وMBC الأمل، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الحفل الذي أقيم في مجمع الملك حسين للأعمال. إلى التفاصيل. مندوباً عن جلالة الملكة رانيا العبد الله، رعى وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري حفلة توزيع جوائز مسابقة ابتكر من أجل اللاجئين التي أطلقها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي بالتعاون مع مجموعة زين وMBC الأمل. وجاء اختيار الفائزين خلال الحفل الذي أقيم على المسرح الرئيس لمجمع الملك حسين للأعمال بعد انتهاء جولة التحكيم والمداولات التي شاركت بها لجنة مكونة من 5 خبراء من مختلف الاختصاصات. وقالت رئيسة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هلا فاضل: إننا نشكر جلالة الملكة رانيا العبد الله على رعايتها الكريمة لحفل توزيع الجوائز، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقيم هذا الحفل الختامي هنا في هذا البلد الكريم الذي احتضن اللاجئين بشغاف القلب. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة زين سكوت جيجنهايمر: إننا على ثقة كبيرة بأن هذه المسابقة وابتكارات الفائزين بجوائزها ستساهم في بناء مستقبل أفضل للعديد من اللاجئين في مختلف أنحاء المنطقة وما ورائها. وساهم في المسابقة مجموعة واسعة من البلدان وأكثرها من الأردن ومصر ولبنان، وتوزعت الطلبات على أبرز فئات المسابقة المتمثلة في الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. وقد استأثرت السيدات بنسبة 32% من عدد الطلبات المشاركة، بينما تقدم اللاجئون بنسبة 15% منها. كومبيتيشن كان عبارة عن دعم للاجئين، مشاريع اللاجئين، ونحن شركة بولور الأردن بالتعاون مع شركة بانكي، وإحنا الفريق الأردني الوحيد اللي كنا مشاركين بهذه المسابقة. المشروع تبعنا بيحكي عن توفير هوية إلكترونية للاجئ بمساعدتهم أنه توفير هاي الهوية الإلكترونية يحتفظ بكل جميع الريكورد الخاص فيه، من هويته، الهوية من دراسته، شهاداته، إذا كان في عنده تأمين صحي، زائد بموضوع المحفظة الإلكترونية. إحنا بنأمن له محفظة إلكترونية، ومن خلال المحفظة الإلكترونية بيستطيع انه اللاجئ كمان انه يقوم بعمل عمليات شراء او بيع او تحويل فلوس من اللي بياخذها من المعونات اللي بياخذها من UN الى عائلاتهم في سوريا، او يستعملها داخل البلد عن طريق ربطنا مع مشغلين الخدمه المعتمدين من البنك المركزي الاردني على مشروع جوموباي. اليوم سعيدين باستضافه مسابقه MIT ابتكر للاجئين، وشفنا العديد من المشاريع اللي
ذات النوعية الممتازة، وكان صعب جدا نختار المشاريع الفائزة من بيناتهم، وكلها مشاريع هادفة وبتحل مشاكل اللاجئين، والأردن بحاجة لمثل هاي الحلول، وهذا سبب إحنا كزين الأردن دعمنا وانضمامنا لهاي المبادرة كدولة محتضنة لعدد كبير من اللاجئين السوريين. يشار أن مسابقة ابتكر من أجل اللاجئين أطلقت في حزيران 2016 بالتعاون مع مجموعة زين وإم بي سي الأمل وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الخيرية. ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت الروم الأرثوذكس في عمان القداس الإلهي بعيد الصليب المقدس حسب التقويم الشرقي في كنيسة ميلاد السيدة العذراء في منطقة جبل التاج، بمشاركة قدس الأب ثيودوروس حداد راعي الكنيسة وعدد من الأباء الكهنة وجموع المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث قدس الأب بطرس جنحو عن الصليب وأهميته في حياتنا قائلاً: فالصليب هو جمال الكنيسة وقوتها، الصليب الذي كان أداة للعذاب أصبح أداة للتقديس عندما صلب عليه رب المجد. فنحن نستعين دائما بقوة الصليب التي تحيي كل نفس وتعطيها حلاوة الحياة، لأن الصليب كان هو هدف حياتنا. لو لم يكن هنالك صلب لم تكن هنالك قيامة. استقبلت الكنيسة اللاتينية في المملكة المطران بيير باتيستا بيتسبالا المدبر الرسولي للبطركية اللاتينية في القدس، حيث رعى سيادته الاحتفال الديني الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية بعمان. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ترأس سيادة المطران بيير باتيستا بيتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس الاحتفال الديني الذي أقيم في كنيسة العذراء الناصرية بعمان بمشاركة الأساقفة ورؤساء وممثلي الكنائس في الأردن ولفيفا من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وحضور سفراء ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا المعتمدين لدى المملكة وشخصيات رسمية ودبلوماسية وفرسان القبر المقدس ووفود من مختلف الرعايا والحركات الكنسية.
وفي كلمة المدبر الرسولي بيتسبالا أمام جموع الحاضرين رفع شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني والأسرة الأردنية الواحدة على ما لقيه خلال الزيارة من حفاوة وحسن استقبال، مشيرا إلى أن الترحيب والضيافة من ميزات هذا البلد العزيز. And the Jordanian government for their support of the religious communities of Jordan in promoting dialogue between religious communities in tolerance and respect for all. ومن جهته رحب المطران مارون لحام مطران اللاتين في الأردن بزيارة المدبر الرسولي إلى المملكة بقوله: نعلم أن قلبك كبير وستجد في كل مكان وفي كل رعية قلوبا كبيرة أيضا. ستجد نفوسا عطشة لسماع كلمة الله وللتعرف على مشيئة الله في حياتهم الشخصية والعائلية والرعوية. هذا هو العمل الأساسي الذي سنتعاون فيه معك بإذن الله، فنحن جميعا نعمل لمجد الله الأعظم ولخير النفوس. أهلا وسهلا، مبروك مجيئك وبوركت محبتك. أمين. وبعد تلقي سيادة الضيف الكبير التهاني في ساحة الكنيسة من الوفود القادمة والجمعيات الرهبانية والحركات الرسولية بمناسبة زيارته الأولى للمملكة وتعيينه مدبرا رسوليا للبطريركية اللاتينية في القدس من قبل قداسة البابا فرانسيس وسيامته الأسقفية قبل عدة أسابيع في مدينة بيرغامو الإيطالية، توجه سيادته إلى الفحيص برفقة أصحاب السيادة الأساقفة وعدد من الأباء الكهنة في الأردن وفلسطين لتقديم واجب العزاء لآل حتر بفقيدهم الذي قضى ضحية الغدر والإرهاب داعيا للشهيد ناهض حتر واسع الرحمة والغفران ومقدما لوالدته أيقونة الرحمة من قداسة البابا فرانسيس. Thank you also for the dignity you showing in this tragedy. May the Lord bless all of you and give you strength and comfort in this tragedy. وكان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى المملكة عبر جسر الملك حسين المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن والمطران سليم الصايغ والمستشار في السفارة البابوية روبرتو كونا وعدد من الآباء الكهنة وشخصيات رسمية وعامة. نو بارك مزيان يا ترين نوفا بارك مفرك بارك سعدني بارك بصان تولي كل بصان لزيرك نوفا شابت for the 17th. Nice to meet you. ترأس المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن القداسة الاحتفالية بعيد القديس فرانسيس الأسيزي والذي أقيم في كنيسة كلية تيرا سانتا في جبل الويبدة. إلى المزيد. تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في الرابع من تشرين الأول من كل عام بعيد القديس فرانسيس الأسيزي، وبهذه المناسبة احتفلت حراسة الأراضي المقدسة للفرانسيسكان في الأردن بعيد مؤسسها القديس فرانسيس الأسيزي، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران مارون اللحام النائب البطريركي اللاتيني في الأردن في كنيسة كلية تيرا سانتا. وشارك في القداس المستشار في السفارة البابوية المونسنيور روبرتو كونا وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع من الرهبان والراهبات وممثلو المجموعات الكشفية والمؤسسات الكنسية. وفي عظته أشار المطران اللحام إلى صفات ماري فرانسيس وبيّن المعنى الروحي للفقر والذي كان أهم صفات القديس الأسيزي. ولأن يسوع كما يقول مار بولس أفرغ ذاته من كل شيء ملأه الله من كل شيء. يقول مار بولس يسوع أخلى ذاته لذلك رفعه الله وأعطاه الاسم
الذي يفوق جميع الأسماء. إذن على هذا الأساس نبني ونفهم فقر الإنسان المكرس، الراهب المكرس. فقر المكرس هو أولاً وآخراً استعداد جذري وكامل للعطاء. إذن ليس معنى الفقر أنا لا أملك شيئاً، معنى الفقر أنا أهب أعطي كل ما أملك. أيها الإخوة والأخوات، نحن هنا في دير لأبناء مار فرانسيس الفقير. لا يغركم جمال الكنيسة وزينة الهيكل، ليس هذا غنى بل فقر. فقر لأن أرباب هذا البيت قبلوا ذلك من الله كهبة ويعطوه للآخرين بفرح ويشاركون الجميع فيه. هذا هو الفقر. وفي كلمة للأب رشيد مستريح مدير كلية تيرا سانتا قال فيها: إن الاحتفال بعيد مار فرانسيس هو عيد الرهبنة بكل مكان، وهو سبب فرح لأنه هو الأب ونحن الأبناء. بردنا وبرجعنا في هاليوم لأصول ولجذور حياتنا الرهبانية، وبيملأ أيضا قلبنا بالفرح لأنه بيذكرنا في أيامنا الأولى، في دعوتنا الأولى لما حسينا أنه بدنا نكون رهبان وكهني، وندوراتنا البدائية والندور الدائمة، فهو سبب فرح كتير كبير. والفرح هذا بيزداد في حضوركم ووجودكم معنا أحبائي. ورفع التقادم بخشوع علانية الخليقة جمعاء والعائلة والرهبان، والتي حملها أبناء الراعية وعائلات مسيحية مهجرة من العراق. وفي ختام الاحتفال تبادل الحضور التهاني والصور التذكارية مع أصحاب السيادة والأباء الكهنة والإخوة الرهبان والراهبات. نظمت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس في الصوفية على ملعب النادي الأرثوذكسي في منطقة عبدون بطولة وحدة المجموعات الكشفية لكرة القدم، والتي جمعت أفراد كشافات من مختلف الكنائس الرسولية في المملكة. وضمت البطولة التي جاءت تحت عنوان الوحدة 12 فريقاً، وتهدف إلى تعزيز الوحدة وفتح المجال للتعارف بين أفراد الكشافات المختلفة. وفي كلمة روحية للإيكونومس الدكتور إبراهيم دبور، دعا فيها اللاعبين لأن يكونوا يداً واحدة تجمعهم محبة وهدف واحد. والكتاب المقدس يقول: ما أجمل أن يلتقي الإخوة معا. وإحنا اليوم ككشاف وكلاعبين كرة قدم وكل هاي النشاطات بتهدف إنه إحنا نكون يد واحدة، نحب بعض، نعرف إنه هدفنا هو أعلى من الربح، بغض النظر مين ربح أو مين خسر، لكن بنكون كلنا ربحنا، وربحنا إنه إحنا تعرفنا على بعض، والكنيسة هي اللي بتجمعنا، وإيماننا بالثالوث هو اللي بيجمعنا، وإيماننا بالحب والعطاء وخدمة الآخر وقبول الآخر هو اللي بيجمعنا. والتعددية هي غنى وليس فقر، التعددية هي قوة، التعددية يعني قبول الآخر، التعدد يعني احترام الآخر. وإحنا نشكر كل المجموعات اللي لبت الدعوة، وهذا بدل على قديش حب الكشافة كلكم المسيحيين لبعضكم البعض. وبدوره شكر المهندس ميشيل نصار جميع من ساهموا في دعم وإنجاح هذه البطولة. طبعا ولا أجمل من الوحدة لما الإخوة كلها بتلتقي وبتكون إيد واحدة، فهي بطولة كرة القدم بتجسد معنى الوحدة، إنه كلياتهم يلتقوا مع بعض، يتعرفوا على بعض،
ويصير بينهم تآلف وأخوة، بحيث أنه بكرة كمان لأنهم هم مشتركوا بالنشاطات يصير بينهم كيف بدي أحكي أنه نشاطات أكتر قوة أكتر، يقدروا يعملوا إشي يقدموا فيه يعني. ودائما بنقول ما في أمة بتنهض غير إذا كان في وحدة بين ناسها، ومننهي حكينا منقول يدا بيد ومحبة حقيقية نبني بها الوطن العالي ونحلق به عاليا. كما عبر المشاركون عن شكرهم لنورسات الأردن والتي كانت أحد الراعين والداعمين للفرق المشاركة. شكر مجموعة كشافة مرشدات الروم الأردكس الصوفية على هذه المبادرة بطولة الوحدة اللي هي جمعت أكثر من كشاف من روم كاثوليك لروم أرثوذكس للاتين لطرسنطة لسريان، جمعتنا بهذه البطولة. الهدف تاعها مش مين يفوز ومين يخسر، الهدف تبعنا انه احنا هدول الشباب يكونوا دائما مع بعض، يتعرفوا على بعض، يكون ايد واحده دائما كل النشاطات، وان شاء الله دائما تكون هيك في مبادرات من جميع المجموعات. ونشكر نور سات اللي هي دائما نازله معانا بتغطيات اعلاميه لهذه الاحداث الكنسيه. البطوله الهدف منها اسمها طبعا هي بطوله الوحده، الهدف منها اللي هي التوحيد وجمع اكبر مجموعات كشفيه ممكنه بمنطقه عمان. احنا البطوله مكونه من 12 فريق من كشافات مختلفه، من الروم، من الكاثوليك، من اللاتين، من السريان، والهدف منها مش هدف انه مين الفريق اللي يفوز، الهدف منها اللي هي وحدتنا والتعرف على بعض، وانه احنا تكون هاي بدايه لعمل مشترك لقدام. بنشكر النورسات وان شاء الله دائما بيضلوا موجودين باحتفالاتنا وبمناسباتنا، واهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير. وهذه البطوله تجمع كثير من الأفرقة، ونتمنى لهم دائما الدعم والتوفيق، وهذا هدفهم نبيل، وهذا بدل على الترابط بالوحده الكنيسه والوحده الوطنيه، وبنشكرهم ودائما نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد أن العبث بالداخل الأردني خط أحمر. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة ابتكر من أجل اللاجئين. المدبر الرسولي للبطركية اللاتينية في القدس يقدم العزاء بالشهيد ناهض حتر. كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس تنظم بطولة في كرة القدم لكشافات الكنائس الرسولية في المملكة. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.